أهلا بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء لنواصل فقراتنا هذا الصباح. يسعدنا أن نستضيف في هذه الفقرة الأستاذ تهامي حافظ روائي. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ تهامي في قناة طيبة. في البداية حابب أشكر قناة طيبة والقائمين عليها والمعدين على الاستضافة دي، واللي بعتبرها تشجيع لي ولجميع المواهب في المحافظة، وبشكر حضرتك. ألف شكرا أستاذ، شرفتنا ونورتنا أستاذ تهامي. يعني بداية نتعرف على من هو تهامي حافظ الكاتب والروائي. أنا تهامي حافظ، مهندس زراعي قاص وكاتب روايات، لي عملين مجمعين قصص ولي عملين منفردين هما روايتين، نوح آخر القرابين كانت معرض كتاب 2023، وحور نبوة اللعنة كانت معرض الكتاب 2024 السنة دي. يعني دورتين ورا بعض يعني دورتين ما شاء الله. الحمد لله. يعني يعتبر كاتب شاب ويعني منطلق باذن الله، يعني مجموعتين قصصيتين وروايتين، كتابين مجمعين. وكنت بحلم من بعد الكتابين المجمعين ده كتاب منفرد ليا. فالحمد لله حققت اول حلم ليا، كان بروايه نوح السنه اللي فاتت. الروايه دي بقى حور، دي كانت تحدي، اللي هو كنت مشترك في مسابقه فازت نشر مجاني ما شاء الله. فكانت فرصه ان انا ما قيمتش نفسي، لجنه قيمتني، ما كانش مجامله طبعا. يعني مش انت تكلفت وعملت نشر للروايه او روايه؟ ما تكلفتش بيها وما دفعتش فلوسي، كانت نشر مجاني مسابقه، بناء عليها دخلت المسابقه دي ففازت نشر مجاني. نعم، مركز اول. طيب احنا عايزين نعرف برضو يا استاذ هامي، يعني كيف بدات الكتابه؟ بص، هي البدايه كانت غريبه، بس هو سبحان الله، يعني كل واحد ليه موهبه. انا مؤمن ان كل واحد ليه موهبه، بس ان ربنا يدلك على الموهبه بتاعتك دي حاجة يعني الحمد لله من عند ربنا. البداية كانت يعني انت مهندس زراعي، المفروض تشتغل في المجال الزراعي، يعني في مجال الزراعة. اشتغلت في مجال الزراعة، بس اشتغلت فيه يعني بالفعل، اشتغلت فيه بالفعل، لكن متمسك بموهبتك ومستمر فيها ان شاء الله التوفيق. هي الموهبة، بص، الموهبة ان تبدع فيها بخلاف اي شيء. تعرف نفسك موهوب في حاجة ان تبدع فيها. نعم. انا شايف نفسي ان ممكن ما بدعتش في المجال بتاعي، بس بدعت في الكتابة. فالحمد لله بحمد ربنا ان هو دلني على الموهبة بتاعتي. البداية كانت امتى مثلا؟ مرحلة ابتدائية اعدادية؟ بص، البداية كانت كانت يعني غريبة شوية. كنت على الاكونت بتاع الفيس، فكانت في صفحة ما كانت في عليها صورة، فكان بيطلب من الناس ان هم يعبروا عن الصورة دي بخطرة، يعني لا تتعدى السطر يعني. فكان في من ضمن التعليقات حد كان كاتب: خافوا ان تكشفنا المرايا كيف شوهتنا الاحزان من الداخل. نعم. المعنى عظيم عميق جدا، عميق جدا. نعم. ومختصر. استعجبت ازاي حد زي يختصر بهذا التعبير، يختصر معاني كتير في معنى بسيط كده. فجربت ان اكتب، كتبت حاجات بسيطه، كنت بشيل هم ان انا هكتب بكره ازاي. بديت عملت صفحه وكتبت خاطر خطر سطر، كنت بشيل هم هكتب بكره ازاي، بس مع الوقت لقيت نفسي ان انا بكتب بسهوله. بدات بقى اكتب قصص، اشتركت بيها برضه، فزت في مسابقات، كانت كلها مسابقات برضه. فلقيت نفسي ردود الافعال للناس، رغم ان انا كنت في البدايه، بس كانت ردود جميله. ليك مستقبل، بتكتب حلو، كتابتك حلوه معبره، فده شجعني اكتر. بعد الكتابين بقى كتبت روايه خاصه بي. يعني هل صقلت موهبتك مثلا بالقراءه عن الفرق بين القصه والروايه؟ القصه والروايه بس. الاعمال الادبيه كيف تكتب؟ الاعمال الادبيه، اولا انا اخترت ان اكتب في مجال القصه والروايه. حاولت اكتب شعر، بس فهمني ما لقيتش نفسي فيه، فلقيت نفسي في القصه والروايه. كتبت القصه، بعدين لا، قلت انا حنمي نفسي اكتر وحكتب في الروايه. فالحمد لله كنت موفق. يعني الروائيين يعتبر يعني عددهم محدود، وان بيكون الروايه اصعب بكثير في كتابتها عن القصه. الروايه اصعب لان انت بتحط كل مشاعرك وكل توجهاتك وكل فكرك وكل حاجه حواليك بتستفزك ان تكتب عليها. انت كونك كاتب فانت مشغول بحاجات كتير في دماغك، اي حاجه بتعدي عليك، الشوارع، الناس، كله بتنفعل ليه وتتفاعل معاه وتكتب الناس، حتى الشروق الغروب الشمس، كل حاجه بتستفزك ان تكتب ليه. طيب استاذ تهامي، طب يعني ايه رسالتك انت اللي بتقدمها من خلال كتاباتك؟ مركز عليها ايه اكتر حاجه؟ بص، هو انا في الروايتين اللي كتبتهم دول، هم المفروض ادب رعب.
كل اللي يقراهم أدب رعب، فالناس كانت بتقول لي كفاية أدب رعب. بس أنا في مغزى من الكتابة، يعني في مقولة بتقول لا تكتب عبثا، أي حاجة لازم تكتبها يكون لها مغزى، بتعالج قضية، بتعرض قضية، بتأدي رسالة من خلالها. الفن عموما وجد عشان تقدم رسالة، أنا من خلال كتابة الروايات بقدم رسالة، حتى لو أدب رعب، بس أنا في حتة معينة بتكلم فيها، هو صراع قائم منذ بدء البشرية، منذ خليقة سيدنا آدم، هو بين الشيطان يعني الإنسان. بيكون فيه أسلوب التشويق ده هو الأساس كتابة القصة والرواية. أسلوب التشويق ده لازم في كتابة الرواية تشوق القارئ وتدي له أحداث غير متوقعة، يعني تخلي أنت وبتكتب وما يتوقعش أنت حتقول إيه أو حتحكي إيه بعد الحدث اللي هو قرأ، تعمل له مفاجآت كل شوية، تعمل له مفاجآت عشان تشد إن هو يقرأ، ما تخليهوش يمل. توصف الأحداث، توصف الشخصيات، تخلي كل شخصية لها هدف معين في الرواية، لها مكان، تخلي كل كلمة تتقال حتى في الحوار، الحوار يكون لي مغزى، لي هدف. فده كله بيخليك مميز في الكتابة. طيب. ما بيخليش القارئ يمل، لا يكمل الرواية، يقرأ لك تاني، ما يحسش إنه ضايع. يدور على كتاباتك يعني. يدور على كتاباتك. بسبب أنت عملت له شد وجذب وانتباه وتشويق. أنا في ناس السنة اللي فاتت قرأت لي نوح، فالسنة دي استنت إن أنا تنزل برواية وتقرأها، وجتني المعرض مخصوص وعشان تقتني الرواية بتاعتي، كانت متحمسة جدا إنها تقرأها. فده بيشجعني برضو ان حد يديك مردود كويس عن الكتابة بتاعتك، ده بيشجعك انك تكتب. تأثرك بمين من الكتاب والروائيين؟ هو بص عموما القائمة تطول، طبعا نجيب محفوظ القائمة تطول، بس انا بالعموم بقرأ النص اللي يعجبني ايا كان، حتى لو كاتب بادئ. انا التقيت بحد في المعرض السنة دي، التقيته صدفة، هو من بلادنا هنا، فكنت بشتري الرواية ما لحد، فبيسألني أنت قارئ ولا جاي هنا زيارة ولا، فقلت له أنا كاتب رواية هنا، فلقيت معاه روايات كتير أو مشتري كتب كتير، قال لي أنا المعرض ده مخصوص جاي عشان أشجع الناس اللي لسه بادئة، في ناس كتير وسط المشاهير كتاب جيدين بس بالظلم وسط المشاهير، يعني في ناس كتير بتجي المعرض لناس مشاهير. انا بدور على الاسم لكن مش بدور على الموضوع مثلا، او بتدورش على الموضوع، بتبحث عن جديد، ده اللي بيبحث عن كل ما هو جديد. من خلال كده في ناس كتير جديده بتظلم، فقال لي انا مخصوص جاي المعرض ده عشان اشجع الناس لسه بعد اقرا له. جميل. فكانت فكره صراحه عظيمه. على ذلك يعني استاذ تهامي، انت مشاركتك في معرض الكتاب لدورتين متتاليتين بروايتين يعني استفادتك انك انت تحضر معرض القاهره الدولي للكتاب، وهو معرض طبعا له اسمه على المستوى العالمي، واحتكاكك بالكتاب وحضور الفعاليات اللي تكون في المعرض. والله رحلك كانت شيقة صراحة، أكيد بيضيف لك طبعا مجالات وأفق. أنت بتكون بقى معرض كتاب، بتكون أنت في الجانب أو الركن اللي أنت فيه، المسار اللي أنت فيه اللي بيستهويك يعني، فده بيفتح لك أفاق كتير، بتتعرف على كتاب، على ثقافات، على ناس، فده كله بيضيف لك انت ككاتب. فكانت صراحة رحلة جيدة وكنت موفق فيها والحمد لله. يعني الفعاليات اللي حضرتها في المعرض وشدت انتباهك يعني؟ شدت انتباهي. هو المعرض بيضم فعاليات كتير، حفلات، ندوات، حفلات توقيع، حاجات كتير يعني صراحة عجبتني فسعدت بها جدا. طيب نعود بقى لفن كتابة الرواية والطريقة اللي بتكتب بيها أنت، يعني المسلك بتسلكه، يعني هو تجمع أحداث والعقدة والحل هل هو نفس الأسلوب ولا عندك أسلوب مختلف؟ هو عموما أي كاتب بيلجأ أنه ما يكررش أو ما يكونش نسخة من حد، يعني لازم يتميز، يكون متميز. نعم. ففي شروط معينة أو حاجات معينة بيضعها الكاتب أنه يبقى مميز في البداية. في لا تكتب عبثا، يعني لازم تحدد هدف معين تكتب له، تختار قضية مختلفة حتى لو مش مختلفة انت تسردها او تحكيها بشكل مميز، شكل خاص بي. في حتة تانية بيقول لك لا تخلط الحبر بالفضيلة، مقولة برضو. بمعنى ايه؟
بمعنى لا تخلط الحبر بالفضيلة. أثناء كتابتك تخلى عن الزمن والمكان حتى الدين، مش ترك كشخص، لأنك حتتحدث بلسان شخصيات في الرواية، تكون حاجة محايد، أنت كونك شخصية محايدة، كونك مؤمن بالله، فممكن تظهر شخصية ملحدة. تمسكك بالدين أو قيودك اللي عاملها ليك هتمنعك أن تتحدث بلسان ملحد، هيدي لك حدود معينة لكن ما تتخطهاش. لكن في الكتابة تجرد، تحرر من كل القيود عشان تعرف تكتب، عشان توصف الشخصيات. إن أنت بتطرأ عليك شخصيات عدة، في مثلا أنت لو شخصيتك هادية ممكن توصف حد مش هادية، عكس شخصيتك، عكس شخصيتك توصفها إزاي لو متحررتش من القيود دي. حد زي ما قلت، زي ما ذكرت سابقا، لو أنت مؤمن بالله وجات شخصية ملحدة هتتكلم بلسانها إزاي، أو هتوصل الشخصية بتاعتها إزاي للقارئ. ففي مبدأ في القراءة لا تخلط الحبر بالفضيلة. وأيضا يعني الكاتب يشوف يعني ما يراه في الواقع بيعكسه في كتاباته، بتشوف شخصيات مختلفة وأشكال مختلفة، والشرير والخير وفن كتابة والجيد والأقل. يعني في فن كتابة الرواية أنت عموما في البداية بتختار القصة اللي أنت هتكتب عنها، بتشوف المراجع ليك عشان برضو ما تخطرش في حاجة أنت هتذكرها، بتختار البداية والنهاية بترسمها في دماغك. في البداية بترسم بداية بترسم نهاية، في النص بتخلق بقى الأحداث، بدك تبدأ بالكتابة، بتفصل كل شخصية على حدة، شخصية بقى بوصفها كامل عشان أنت تخلق مشهد مرئي للقارئ. أغلب القراء حاليا لما أنت تديهم كل الحاجات دي، توصف لهم الشخصيات، المكان، حتى يعني بيقول لك أدق التفاصيل. يعني مثلا أنت في غرفة فتح الباب لي صوت معين عشان تعيش القارئ في المشهد ده، يكون قدامه مرئي، لازم توصف أدق التفاصيل، بس ما تطولش أو ما تمطش في الحدث عشان ما يملش القارئ. أيوة طبعا، الوصف الشخصيات ده بيكون في الكتابة بتطلق العنان للخيال، يعني الصورة والمسلسل والفيلم بيحدد الشخصية بشكل معين، لكن في الكتابة بيكون في مجال متسع، مجال متسع. بس انت لان انت المتحكم في احداث الرواية، في الشخصيات بتاعتها، انت بتخلق الحدث، بتخلق الشخصية نفسها انت يعني، بس برضو تمزج الخيال بتاعك بواقع. بالتأكيد، يعني تاخدها من شخصيات واقعية، بتكون كأنها شخصيات واقعية عشان تشد او تمزج القارئ مع الشخصية. في يعني انا في الرواية الحور دي كان في قارئة عندي كانت اشترت الرواية، اسماء كانت بتقول لي انا مش هشتري مجاملة ليك او انت عشان صديق ليها، بس انا عشان حاب اقرأ. فلما قرأت الرواية كان البطل عمران ده في إنسان غير سوي، أنا كنت ببرز المساوئ اللي فيه بشكل واضح. فكانت بتقول لي أنا مستفزان الشخصية جدا، يعني هي مستفزان الشخصية جدا، يعني هي وصلت الشخصية كأنها حقيقية، يعني هي عاشت يعني زي شايفة الشخصية قدامها، وفقت في تصويرها كأنها واقعية، وفقت في تصويرها. تمام. أنا قلت ففرحت، فبتقول لي أنت فرحان ليه؟ بقول لها لأن أنا وصلت لك اللي أنا عايز أوصله، أو وصلت لك الشخصية اللي أنا كتبتها بالمعنى اللي أنا وصفته. فدي بتفرق برضو ما بين كاتب للتاني، إنه هو وصفك الدقيق للشخصية حتى تحول إلى تجسيد في ردود أفعالها. أنت يعني ممكن في الحوار، أنا بنيت الشخصية، القارئ في البداية عارف الشخصية دي ازاي تركيبتها، لو جاء في حوار وتكلم من غير ما يعرف مين المتحدث هيعرف ان هو الشخصية دي اللي وصفتها انا. فهو عاش الحدث كامل. استاذ سهام، يعني في كتابات القصة والرواية دائما بيكون هناك صراع بين الخير والشر،
وان تتصاعد الاحداث لحد ما يكون في، كان في الغالب كان بيكون في نهايات سعيده. نهايات سعيده حاليا دلوقتي نهايات بتبقى مفتوحه ونهايات غير متوقعه. هو المفروض هو مش مبدا تمشي بالنهايه تكون سعيده، لان برضه احنا هنكون على اساس الاستمراريه. يعني الاستمراريه احنا عموما الواقع انت بتجسد واقع، النهايات السعيده مش دائما بتكون في الواقع. فانت النهايه دي انت بتكون متحكم فيها ايا كانت، يعني دي بتكون من الكاتب نفسه، انت بتحدد النهايه المرضيه ليك او اللي انت شايف ان هي هتكون مرضيه للقارئ، هتشايف ان هي ان الحدث اللي بدات بيه انتهى، هي النهايه المفترض ان ينتهي بها. لكن القراء يعني غالبا بيرتاحوا للنهايات السعيده، انه يكون يعني انتصر الخير على الشر بس عشان تفاجئ برضو النهايات الصادمه برضو بتكون مؤثره. مؤثره يعني انا في روايه حور كانت النهايه المفترض، يعني ان النهايه مفتوحه. انا ما قفلتش الاحداث، او في جمله اتقالت في النهايه كده بتنم ان الروايه ليها جزء ثاني على اساس ان الاحداث مستمره وهتبدا ممكن تتواصل وكده في اجزاء بتاعت كده يعني. انا كنت المفروض هي النهايه دي مخليها للقارئ هو يتخيلها براحته. بس لما في بعض في حد قرأ الرواية فكان بيقول لي الرواية جميلة جدا، ذكر بعض المقتطفات اللي عجبته فيها، ففي النهاية بيقول لي اني مستني الجزء الثاني. مستني الجزء الثاني انك تكمل يعني. ان انا اكمل. انا صراحة لسه يعني ما رسمتش ان في جزء ثاني وكده. انا كنت عامل النهاية ان هي، لكن كده يعني ادالك فكرة بقى. اداني فكرة، ده الفكره ان انا اكمل. ممكن تعمل اجزاء اخرى. اجزاء طب كده كلمنا برضو عن يعني بتحضر ايه في الكتابات القادمه واحدث كتاباتك. هو بص هو يعني. هو الروايتين اللي فاتوا دول كانت الناس بتقول لي كفايه رعب، بس انا لما كلمت حد وكده حد كان بيقول لي بص اكتب في الحاجه اللي انت بتحبها لحد ما توصل نقول ان انا خلاص اكتفيت. يعني تسمع لنفسك اكثر وتسمع للاراء الاخرين. طالما انت في دماغك حاجه او في رساله او في موضوع معين شايف ان هو ما كملش في روايه واثنين، اكتب ثلاثه، لما توصل الفكره والاهداف اللي انت عايزها. يعني الاهداف اللي انت عايزها لحد ما تكتفي انت ذاتيا انك تكتب في شق ثاني غير الرعب، فخلاص اكتب في شق ثاني. يعني هل شاركت انت في فعاليات غير معرض القاهره الكتاب هنا على مستوى محافظه اسوان مثلا او مستوى الصعيد مستوى الجمهوريه؟ والله حضرت الندوات في قصر الثقافه، كان منها المسابقه اللي تعمل لك فيها النشر المجاني. النشر المجاني دي كانت فين المسابقه دي؟ كانت في اسوان ولا بره اسوان؟ هي المسابقه دي كانت قبل معرض الكتاب، هو كان بروتوكول تعاون بين الدار بتاعتنا وجروب اعرف دور نشر، فكان عاملين المسابقه دي فقدمت فيها. انا صراحه في البدايه انا كنت برضو انا بتحدى نفسي دائما او بشوف نفسي ان انا ينفع اكتب، انا بكتب ليه؟ الحاجه اللي بكتبها دي ينفع الناس تقراها؟ فكنت بسال اغلب الدور اللي بعتت لهم الروايه كانت اتقبلت، فكنت بسالهم انا عايز التقييم بتاع الروايه، لان انا مش مجال ان اقيم نفسي، انا ممكن اكون شايف نفسي اني بكتب حلو طبعا، بس الناس الثانيه راي المتخصصين راي الجمهور هو يختلف، هو عليه الاستناد يعني. هو الفيصل. فكانت مرضيه بالنسبه لي ان انا ما قيمتش نفسي فيها، تقيمت ضمن مسابقه ضمن ناس مختصه، ان هو مش هيقبل اي عمل وهينشره مجاني وهو مش واثق فيه. يعني طب بتخطط ايه لمستقبلك بقى ان شاء الله في مجال الكتابه؟ المستقبلية هو دايما بسعى، بص كل واحد في الكتابه او في مجال معين بيسعى لهدف اسمى وهدف اعلى. نعم. بيتدرج فيه ايا كان، يعني ممكن في البدايه اكتب، في البدايه كنت بكتب خواطر قصص، تدرجت ان اكتب روايه، بسعى حاليا اني اكتب او حد يتبنى عمل من اعمالي يكتبه سيناريست يتحول لعمل فني ان شاء الله مستقبلا، يعني نشوف فيلم او مسلسل بيكون باسم تهامي حافظ باذن الله، اسم لامع في سماء الكتابه. هذا الحلم اللي بسعى له فعلا، يعني من بدايه كتابه روايه نوح انا تواصلت مع حد مخرج وكده. نعم. جميل. فقال لي اني هكتبها، هبعتها لحد سيناريست وكده،
فكنت بسأله تنفع الرواية تكتب سيناريست نوع؟ قال لي تنفع من هنا لأسوان أو من القاهرة. جميل، إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله، يعني أتمنى لك توفيق دائما إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الفقرة نتوجه بالشكر للأستاذ تهامي حافظ الروائي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك والبرنامج، وسعيد باللقاء ده. مشاهدينا الأعزاء نشكركم في ختام هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله من صباح طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.